معسكر في تركيا مع المنتخب التركي، وكان معسكر مفيد جدا لان تركيا عندها عدد كبير جدا من الناشئين، ويمكن ده اللي برضو عمل فرق من الولاد ان هم لعبوا واحتكوا خارجيا ورجعوا لسه من يومين بالظبط على القاهره وجم بعديها على شرم الشيخ على طول عشان يلعبوا في المنافسات اللي ابتدت النهارده، وكان الميزان ابتدى امبارح. ونتيجه ميداليتين برونزيتين في اليوم الاول البطوله نتيجه كويسه جدا جدا، وانا متاكد هي دفعه كبيره جدا لزمايلهم الاولاد والبنات في المنتخب الايام اللي جايه، وهتديهم حافز وقدوه ومثل اعلى جميل ان هم يحققوا نفس الانجاز ونحقق ميداليات ثانيه لمصر. مبروك لمصر ميداليتين برونزيتين في اليوم الاول بطوله العالم، وباذن الله اللي جاي هيبقى اقوى بكتير، وان شاء الله نحقق ميداليات اكتر في الفتره اللي جايه باذن الله. بدأ أول سيمي فاينل لميزان فوق 65 اللي طلع منه لاعب منتخب مصر أحمد نافع في دور ال 16. مباراة ما بين روسيا في هوجو الأزرق وبلغاريا في الهوجو الأحمر. أول 30 ثانية عدوا من الجولة الأولى ولاعب روسيا جاب بيك تشاجي بنقطتين. من اللعب طبعا في الموازين الثقيله بيبقى ابطا واقل، فعشان كده لو واحد بيبقى مميز بالسرعه في الموازين الثقيله بيبقى عنده افضليه في اللعب. وقف الحكم الماتش وبيدي انذار للاعب بلغاريا ان هو ضرب تحت الهوجو. من الانذارات اللي في التايكوندو ضرب تحت الهوجو او تحت الحزام، ضرب بالركبه، الوقوع، الخروج بره الملعب، رفع الرجل تحت الهوجو ما يضربش بعدها، او رفع رجل في مستوى الهوجو اكتر من 3 ثواني، ده غير المسك او الشد. الزق زمان كان انذارات، دلوقتي بقى متاح عشان يخلوا اللعب اكتر. برضو محاوله ان اللعب يبقى اكتر ان هم صغروا الملعب. الملعب زي ما احنا شايفين شكله اوكتاجونال، الاول كان مربع، يعني الاوكتاجن ده كان مقفول ان هو مربع، دلوقتي اتقطع دياجونالي ان هو يبقى اوكتاجن. ف انا متوقع ان هم هيصغروا الملعب اكتر من كده كمان علشان يخلوا اللعب اكتر. ده وقت الراحه ما بين الجولات، وهتبدا الجوله الثانيه متقدم لاعب روسيا 3-0. فاضل لنا كده سيمي فاينل في نفس الميزان اللي على الملعب، وبعدين نبدا حفل الافتتاح. سلموا اللعيبة على بعض، نبدا الجولة الثانية. انذار للاعب روسيا للضرب تحت الهوجو. النتيجة بقت 3-1. لاعب روسيا طبعا باين ان هو احسن، طالب من المدرب بتاعه يرفع الكارت لان هو شايف ان هو جاب ضربة في الوش وما اتحسبتش. احنا لغاية دلوقتي شفنا بلدين عربيتين بيشاركوا في السامي فاينل، شفنا السعودية في ميزان تحت 65، وشفنا مصر شهد، وشفنا حبيبة في ميزان تحت 29، والماتش اللي بعد ده يكون الأردن. الجولة الثانية انتهت 3-1 لروسيا. السكور كده بقاله الجولتين اللي فاتوا مفيش لعب كتير، الاثنين بيحاولوا بس رجليهم مش مظبوطة في الهوجو.
شايفين مدرب بلغاريا بيحاول يعرف اللاعب بتاعه ازاي يعوض فرق نقطتين، نقطتين ده يعني ضربة واحدة بس او انذارين. الموضوع مش بعيد، الماتش قريب من بعضه، بس لاعب روسيا هو اللي بقبل على الاتاكينج اكتر. بدأت الجولة الثالثة، دقيقة ونص على ان لاعب فيهم يوصل الفاينل. روسيا هي اللي ماسكة الملعب، يحاول يهاجم، محتاجين يظبطوا رجليهم في الهجو. احنا المفروض لو رجليهم جاية صح، بس حتى مش قوية، هيبان لنا على السكور بورد ان رجلهم بتوصل، لكن لغايه دلوقتي احنا مش شايفين اي ضربه وصلت بطريقه صحيحه. بيحاول لاعب روسيا يلعب كاونتر اتاك برجله الشمال، برده ما شفناش اي علامه انها وصلت للهجوم. خرج بره لاعب بلغاريا، الحكم طبعا واخد باله كويس، رجله الاثنين خرجت بره الملعب. الانذار بيجي لو رجل الاثنين خرجت بره حدود الملعب الازرق، لكن لو رجل بره ورجل جوه ده ما يعتبرش انذار. الفرق بقى 3 نقط 4-1، وخلاص فاضل 5 ثواني على نهايه الجوله الثالثه، وبكده يكون لاعب روسيا يتاهل ان هو يلعب فاينل على الميداليه الذهب او الفضه. انتهى اول سيمي فاينل في ميزان فوق 65، وبعديه سيمي فاينل في نفس الميزان ما بين كوريا، لاعب كوريا اللي كسب لاعب المصري احمد نافع. كوريا هتقابل اللاعب الاردني. الاردن طبعا على طول متعودين ان هم يقابلوا كوريا بطولات كتير، لان بيقابلوا بعض في بطولات اسيا، والاردن برضو معتمدين في معسكراتهم الاول على كوريا، بعد كده بيحاولوا يشوفوا بلاد اسيويه تانية يعسكروا فيها. ده طبعا اقرب لهم وافيد لهم، لان الاحتكاك مع البلاد دي تمارينهم مختلفه وبتعلي المستوى بسرعه، والمعسكرات بيبقى اللاعب رايح يتمرن بس، مش لو هو قاعد في بلده بيبقى برضو لو في معسكر مغلق بيبقى غصب عنه بيروح مدرسة أو جامعة، أو لازم طبعا بيشوف أهله كل فترة. لكن في المعسكرات المغلقة اللي برا البلد بيبقى مركز على التدريب، بيبقى التدريب مرتين أو ساعات 3 مرات في اليوم لمدة مثلا شهر، فده طبعا بيعلي المستوى بسرعة، وبيخلي الواحد وهو داخل بيقابل البلاد التانية في أي بطولة